اتجننت؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا ما بقولش حاجه، انا بسال. لما انت تيجي النادي في الويكند مع جلال حرب والبنات، المفروض افهم ايه؟ تفهم ولا ما تفهمش؟ اللي بيني وبين جلال حرب شغله وبس، والقعده اللي انت لسه شايفها دلوقتي كان بيشرح لي حاجات في الشغل اللي بعد كده هعمله. ارتحت؟ ارتحت. طالما اطمنت على وضع البنات ارتحت. صباح الخير مسز نجوى، قطعت بينا والله، الحضانه مظلمه من غيرك. ازيك اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. اتاخرت انا شويه معلش. انا كنت لسه هكلمك اسالك انت وصلت لفين. هو انت عضو معانا في النادي؟ لا لسه، ما انا جاي لانس عشان يظبطني في الحوار ده. الواد زياد عايز يلعب كوره. تصدق فعلا الرياضه مهمه جدا للاطفال في السن ده. طبعا. عموما انا مش هشغلك، انا هاخد دلوقتي زياد يلعب مع نادين لغايه ما انت تخلص ورق مع انس. نادين ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. عامله ايه؟ بقول لك انا هسيبك مع زياد بس خدي بالك منه، الواد ده نمسا. اوعى يغرغر بيكي. حاضر. تعالى بقى افرجك على النادي، هو كبير قوي بس انا اعلمك ازاي ما تتوهش. تعالي انت وهو، انا هاجي معاكم بدل ما تتوه انتوا الاثنين بعد اذنكم. يلا اتفضلي. قال هفرجك على النادي. ايه الواد ده سوى على فكره. ايه يا معلم مالك؟ ما عارف ليه على الصبح؟ معلش شويه ضغوط بس. ضغوط ايه؟ بنت نور فين؟ مستنيك. هات بس انت شهاده الميلاد وصوره البطاقه بتاعتك، هروح اخلص وابعت لك البنت. الورق كله جاهز، بس قول لمسؤول الكوره ايه ياخد باله. انا مش همضي الواد زياد بقل من 150 مليون، هو مش اقل من حسين الشحات. قولي لي بقى